المغرب في الآونة الأخيرة كيعرف واحد الارتفاع مهول وفاحش للأسعار وجميع القطاعات فيما يخص القطاع ديال الصناعة، قطاع ديال الخدمات، القطاع الاستهلاكية، وقطاع ديال المحروقات اللي حاليا لأن من 2020 حتى 2021 كانت واحد الزيادة اللي هي كتقدر ب4 ديال الدراهم، وهنا 2 دراهم ما بين 2020 و2021، بجوج دراهم اللي هما كاينين في 2021، بمعنى ان المجموع ديال هذه الزياده تقريبا ما بين 2020 حتى 2021 هي 4 دراهم. وهذا الزياده كتجلى في جميع هذا السلع، لان المحروقات هي تقريبا كل شيء سلع ولا اي قطاع الا مشى حتى هذاك القطاع ديال المحروقات زاد، كل شيء سلع كل شيء هذا غادي يكون تزاد، هذا الشيء اللي هو مفروغ منه. وبالنسبه للزيادات الاخرى كزياده زياده ديال في الزيت في الدقيق، وبالحق وبالاخص كما يسمى بالقمح، وهناك مواد اخرى، لان المواطن اصبح لا هذه الزيادات ما قدرش انها يواجهها، لان القدره الشرائيه ديالو ولات فواحد انخفضت، وما ما بقاش الانسان كيقدر يواجه هذا الارتفاع ديال الاسعار اللي ولا موجود في السوق. وهذا الارتفاع السبب ديالو انا بغينا نقولوا بان كان واحنا في هذه الظرفيه اللي حنا عايشين فيها، وهذه الظرفيه اللي هي للسنه الثانيه بما يسمى كوفيد، ان هذا المرض اللي هو تقريبا للاقتصاد ديال العالمي ولا الاقتصاد اللي هي الوطني تقريبا القرصوا بانه في واحد انخفاض كبير، وهذا اللي خلى ان تقريبا واحد العدد كبير ديال المصانع اللي سدات وسرحت تقريبا الناس ديالها، وهذا التسريح ديال هاد الناس ولا واحد عدد كبير ديال الناس اللي مابقاتش عندهم مابقاتش العمل، ولا واحد العدد كبير واحد الشريحه كبيره ولات كتقلب على القوت ديالها اليومي وما كتجدوش ما كتولجوش. لهذا فالقدره الشرائيه اصبحت متدنيه اصبحت متدنيه. فخطاب صاحب الجلاله في الافتتاح ديالو في البرلمان اخيرا قال يجب ان تكون هناك استراتيجيه الاستراتيجيه علاش باش المواد الاساسيه باش تكون واحد هذيك المواد الاساسيه، وهذه المواد الاساسيه لان اذا كانت عندنا واحد المواد الاساسيه اللي هي كالتغذيه كذا، غادي يكون المغرب الحمد لله تكون عنده واحد كيامن واحد اسمه غذائي، واحد القوت ديالو اليومي. وهذه من جهه، من جهه اخرى كنتمناو بان هذا المشروع اللي جا به صاحب الجلاله باش يخرج على الارض الواقع، والحكومه هي ملزمه باش تفعلوا في اقرب وقت. هذه من جهه، من جهه اخرى حتى هذا الحروب كحرب اللي هو حاليا ديال روسيا واوكرانيا، غادي هو حتى هو راه عنده واحد امباكت كما تيقولوا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المغربي بالاخص. وكنتمنوا من الحكومه في اقرب وقت، ورمضان على الابواب، وتعرف في رمضان بان واحد العدد كبير ديال الناس كيولي عندها المصروف كثير، وهذا كنطالبوا من الحكومه باش تراجع على هذه الزيادات في اقرب وقت، وذلك بتخفيض 50% من الضرائب جميع الضرائب باش يتمكن كاع الموردين ولا هذا
باش حتى هما ملي كيكون واحد الانخفاض اللي هو في الضرائب، حتى هما حتى المواطن كيستافد من هذاك الانخفاض، وكتولي السلع موجودة، وبالأخص السلع اللي هي اللي كيحتاج لها الإنسان في القوت ديالو اليومي. وبصفتنا كجامعة مغربية لحقوق المستهلك، احنا كندخلوا دائما وكنديروا عمليات تحسيسية، سواء في الشارع او هذا عبر الإعلام السمعي المرئي، وكنعطيو ديما الحلول ديالنا بحال اللي قلنا بأن الحكومة تحاول ما أمكنت تخفض من الضرائب، وتكون قريبة جدا، وتنزل عند المواطن وتسمع الشكايات ديالو، لأنه هما حاليا في حاجة اللي غادي يشاركهم في هاد الأزمة، لأن هذه أزمة خص كل شيء يشارك فيها باش نخرجوا من هاد المشكل في أقرب وقت إن شاء الله.